السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة وفضاء المغتربات. اليوم إن شاء الله غادي نقدمه مع بعضياتنا ميني رغيفات، ولكن بطريقة جديدة ومبتكرة، وما تنظنش شي حد سبق ودارها على اليوتيوب. فهنا كيف ما غادي تلاحظوا معايا، غادي نحتاج الدقيق يكون نوعية ممتازة. أنا عندي هنايا تقريبا واحد 500 غرام ديال الدقيق اللي انا بطبيعة الحال مغربل. غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الملح، وغادي نحتاج معلقة صغيرة ديال خميرة ديال الخبز او الخميرة الفورية. صافي. وبطبيعة الحال غادي نحتاجو الخلط العجين، غادي نحتاجو ماء دافئ، ماشي سخون وماشي بارد، دافئ، يعني درجة الحرارة ديالو ما تكونش غليانة. وغادي نديرهم في العجانة بطبيعة الحال. عجنتهم، لاحظوا معايا هذا هو العجينة اللي أنا حصلت عليها رخوة، تكون شوية مطلوقة، ما تديروش العجين قاصح باش تساعدكم، وكتجي بهذه الطريقة هذه باش كتجيكم مورقة وزوينة. هنايا غادي نحاول ندير كويرات صغار، كندهن يدي بالزيت وتندير كويرات صغار باش يساعدوني في الخدمة، لأنهم غادي نحتاجهم صغارين ماشي كبارين بزاف، باش ندخلهم الفران، لأن هاد الميني رغيفات غادي يكونوا في الفران إن شاء الله كيف ما كتشوفوا معي. صافي. كنستمر هكا كنقطع العجين كويرات صغار ماشي كبارين بزاف حتى نسالي الكمية اللي عندي كاملة إن شاء الله. هكا باش كنخليها وكندهنها بالزيت، يعني باش ما الوجه ديالها ما يتشققش وكترتاح. لاحظوا معايا هنا ساليت الكميه كامله. غادي نحتاجو في هذه المرحله هذه، عندي هنايا الفرماج غابي او الفرماج، اي فرماج يكون عندكم. انا استعملت هذا النوع هذا اللي هو منسم بالثوم والمعدنوس مقطع. وغادي نحتاج هنايا واحد معلقه صغيره ديال الزعتر، اللي هو انا عندي دائما عندي الزعتر مطحون في الدار ما كنستغناش عليه. وغادي نحتاج بطبيعه الحال الزبده والزيت، عندي هنايا واحد تقريبا واحد كاس ونص ديال الزيت. غادي نوضع عليه تقريبا معلقه صغيره ديال البيكنج باودر، واحد 3 أو 4 ديال المعالق كبار ديال الزبده، يعني هذه كتبقى حسب الرغبه وحسب العدد ديال العجين اللي نتوما استعملتو. ممكن الا بغيتو تضيفو تزيدو فيه حتى سميده، انا هنا ما بغيتش ندير سميده لان بغيتهم يجوني يعني بالطريقه ديال البتيبان، مي هنايا في عوض الشوكولا غادي نديرو الفرماج. كنحاول نطرب هذا حتى كنحصل على واحد بحال كريمه، هي بها غادي نورق هاد العجين ديالي. ومن الافضل استعملوا زبده يعني تكون بدرجه حراره المطبخ باش تساعدكم باش تطلق. انا هنايا ما خرجتهاش بكري، ما بغاتش تطلق ليا دغيا، فمن الافضل انكم تكون يعني تكونوا خرجتوها قبل، ملي تكونوا بديتوا العجين خرجوها تطلق الزبده. صافي. وغادي ندوزو على بركة الله للطريقة ديال باش نورقو الرغيفات ديالنا، الطريقة المعتادة. غادي نخلط بعدا هنايا الفخوماج مع الزعتر. الفخوماج ممكن تستعملو أي فخوماج، ممكن تستعملو الفخوماج الأحمر، أي حاجة عندكم في الدار ممكن تستعملوها. أنا استعملت هاد النوع هذا. غادي نجيب واحد الصينيه اللي غادي نطلق فيها العجين ديالنا. وغندهنها بداك الخليط اللي انا حضرت، غادي ندهنها ونبدا نطلق في الرغيفات. وبطبيعه الحال غنبدا من الرغيفات الواله اللي انا صوبت، لان باش كيكونوا طلقوا مزيان باش كيساعدوني.
صافي وكنبدا التوراق هنايا، كنبدا نطلق العجين ديالنا حتى يبان سطح العمل. لاحظوا معايا ان الصينيه كتبدا تبان ليا في ديك العجين ديالي، وندهنها بالخليط اللي حضرت، يعني رغيف عاديين غير هما يكونوا شويه رخوين على العجين اللي كنديرو. وكندير ديك الطويه الاولى والطويه الثانيه، ومن بعد عاود غنطويها طويه واحده اخرى. نحاولوا دوك الجنيبات نغطيوهم، لان عاد غادي نوليو نخدموا بهم مره ثانيه. عاود نخدم واحده اخرى، فانا غنستمر على هاد الطريقه هادي حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. لاحظوا معايا كنحاول نغطي لهذيك الجوانب ديالها باش ما كتجيش مديكاليه، كتجي جهه خارجه جهه داخله. لا خصهم يجيو مقادين، اللي غادي نرجعو نخدمو بهم مره اخرى وخصنا نلقاوهم مقادين. صافي دابا كملت الكميه اللي كانت عندي كامله. غادي نبدا عاود بالاولين اللي انا طلقت في الاول، كنجيبها وكنضغط عليها غير شويه، يعني ماشي بزاف، غير شويه باش تقاد. وكنقبط هذاك الفخوماج كنوضعه في الوسط، ممكن تزيدوا معاها الفخوماج يعني المربعات ديال الفخوماج، او تزيدوا معاها لافاش كيغي او اي فخوماج اخر بغيتي تزيدوه مع هذا الفخوماج غابي. بهذه الطريقه هذه كناخذوا الجنب الاول ونحطوه ونجيبوا الجنب الثاني، يعني دائما كنخدموا ب ب ب بالجوانب المتقابله، يعني الجنب مع الجنب الاخر اللي متقابل معاه. كنطويوها ونضغط عليها واحد شويش، غير شويه نضغط عليها. كنجيب اللاطه اللي غادي ندخل الفران، كندير عليها ورق الزبده، وكنحط الرغيفه اللي انا وجدت، كنخليها ترتاح. وندوز لوحده اخرى نصوبها حتى هي بنفس الطريقه. لاحظوا معايا انني ما كنضغطش عليها بزاف، غير شويه. لاحظوا معايا نفس الطريقه اللي كندير، يعني كل جنب مع الجنب الاخر اللي مقابل ليه، ونحاول نسد الاطراف باش ما يخرجش هذاك الفرماج اللي صوبنا. فهي طريقه سهله، غير هي المرحله اللي من بعد هذه غادا تعجبكم حتى هي زوينه، وكيجي المذاق ديالها زوين بزاف. هنايا من بعد ما ساليت كلها العجينه، راه عندي طبق ثاني يعني من غير هذا، جبت هنايا عواد القرنفل كيعطيوها مذاق رائع. كنسدو به ديك العجينه، يعني راكم عارفين هو داير بحال انفيس، كنسد به. وكنجيب الاصفر البيض وكنجيب الكيتشوب، هذه هي الميزه اللي ما كايناش، ما غاديش تلقاوها في شي وصفه وحده اخرى. فانا هنا جبت الكيتشوب فكيعطيها مذاق رائع. كنخلط هذاك اصفر البيض مع الكيتشوب، ممكن يعني الا ما قداتكمش ممكن تزيدوا باصفر بيضه واحده اخرى مع الكيتشوب. انا هنايا درت غير اصفر بيضه واحده فهو كان كافيني.
ونخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى كتنسجم ديك العناصر. لاحظوا معايا وغادي نبدا ندهن بهم الوجه ديال الرغيفات ديالنا. فهذاك البيض وداك الكيتشوب هذاك الكيتشوب كيعطيها واحد المذاق رائع، كتجي بحال فيها صوص طوماط المنظر ديالها كيجي محمر والمذاق كيجي غزال، كتجي بحال تتاكل رغيفات بالفرماج ولكن المذاق ديالهم بحال كتاكل بيتزا، كيجيو روعة ما شاء الله. وحتى هادوك الأعواد ديال القرنفل فاش كيطيبو كيطلقو المذاق ديالهم في الرغيفات، فأنا الناس ذاقوهم عندي وعجبوهم بزاف صراحة، قالوا لي فعلا أن داك الأعواد ديال القرنفل عجبوهم. وانا هادو جبتهم بمناسبه ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. صافي وغادي نستمر هكا حتى ندهن الرغيفات اللي عندي كاملين. وانا في هذه الاثناء هذه راني مسخنه الفران على درجه 180 درجه وغادي ندخلهم الفران لمده تقريبا ديال واحد 30 حتى 35 دقيقه. يعني راه فاش كديرهم في الفران وتيكون سخون راه تيطيبوا من التحت ومن الفوق في نفس الوقت وتيجيو مقرمشين وهشاش في نفس الوقت، يعني الا كانت العافيه مهيله راه كييبسوا. من الافضل ان تكون العافيه شويه طالعه، يعني بحال الشكل اللي كنطيبوا البيتزا، يعني دائما ملي كنديروا البيتزا كتكون درجه الحراره طالعه بزاف. حتى هاد الرغيفات من الاحسن انكم ديروهم بهذه الطريقه هذه، فهما اللي ما كيخليهمش يجيو يعني ناشفين كما تنقولوا تينشفوا. صافي ودابا غادي ندخلهم الفران يطيبوا ونطلقوا ملي يوجد الطبق ديالنا ان شاء الله باش نشوفوا الطبق النهائي. وهنايا الطبق النهائي ها هو ذا وجد، شوفوا المنظر ديالهم كيفاش جا والرائحه ديالهم غزاله تبارك الله. داك القرنفل حتى هو طلق الرائحه ديالو والكيتشوب حتى هو، ففعلا كيستاهلوا التجربه، كيجيو رائعين وغزالين. كنتمنى انكم تجربوهم. شادي نقول لكم يعني اللي ما جربش هذه الوصفه هذه بصراحه ما دار والو. لاحظوا معايا الشكل ديالهم يعني وخفاف، فاش كنهزهم راه مخفاف ما كيجيوش معجنين من الداخل. انا هنا غدا نحاول نقسم وحده، سمحوا لي راه سخونه حرقتني في يدي ما قدرتش نقسمها. شوفوا لاحظوا الشكل ديالها كيفاش كتجي والفخوماج لداخل، كتجي مرقه وغزاله وهشيشه، كتجي بحال الشكل ديال التيبان مي هذه المره بالمذاق ديال الفخوماج. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وما تنساونيش من الدعم واللايكات، واللي كيشوف القناة أول مرة ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك الجديد. في أمان الله وإلى الملتقى إن شاء الله.